السلام عليكم. تعرف سيد علي المدني من النجف قضاء المشخاب، عظم الله لنا ولكم الأجر في هذا المصاب الجليل باستشهاد سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. نعم. وبعد نسمع يعني من عندي اليوم انتهى للنجف عمي قال بها قواب. شنو هذا؟ أكيد أكيد والله ما لامتنا القاع، فرحانين بهاي الزوار المباركة وشرف هاي الخدمة، ولو نستطيع بعد ايش ما نملك نضحي باللي عندنا والما عندنا في خدمه زوار. بعض القنوات تقول وجود عدد هذا الكبير من الزائرين ياثر على شوارع النجف ويصير بالكهرباء قطوعات، شو ترد لهم؟ بالعكس هذا الشيء ما يصير، احنا النجف نستوعب ايش ما يجينا عدد اكبر نستوعبه، بالعكس نتشرف وخدمتنا لذول الزوار يعني هي الحياة للحسين. انت عندكم موكب؟ اكيد. اسمه موكب؟ موكب الامام الرضا. يا عمود؟ عمود 275. يعني نفس الاسم ويا هذا الموكب. اكيد اكيد. الحمد لله والشكر هاي الخدمة العظيمة للامام الحسين. نعم. يعني اليوم النجف تستطيع ان تستوعب هاي الاعداد لان هاي السنة اعداد اكبر. اكيد نتشرف، وبعد تكون كل سنة اكثر من هاي الاعداد. نتشرف بيهم زوار الحسين من جميع الدول، الحسين مو للعراق فقط، لا طبعاً. الكل العالم نتشرف بهم من اي مكان كان. ربي يحفظك سيد ممنون. الله يخليك. الله يسلمك بالتوفيق. الله يخليك.